من هي هناء ذر؟ ولماذا سميت بالمرأة الشيطان؟ تفاصيل خطيرة تكشف عن حقيقة شخصية الناشطة النسوية هناء إدوار اللي ترفع شعارات العدالة والمساواة، لكنها تتلقى مدخولات شهرية وامتيازات ما يجعلها بمستوى الواردات الشهرية النواب ومسؤولين كبار بالدولة ودعم دولي بملايين الدولارات. من هي هناء إدوار؟ هناء مسيحية من أهالي البصرة، أسست جمعية الأمل عام 92، ومن ذاك اليوم عملت إدوار بأوامر المخابرات الأمريكية، وكانت من أبرز أذرع البرزاني ضد صدام، فأغدق عليها برزاني الأموال ومنحها راتب شهري ومخصصات إضافة للأموال اللي تتلقاها من الخارج. وقد نشر موقع صوت كردستان عام 2016 وثيقة تكشف عن فصل 233 من العراقيين اللي كانت حكومة أقليم كردستان تصرف لهم رواتب تقاعدية برتبة وزير، وإجا تسلسل هناء إدوار تحت الرقم 159. كذلك هناء إدوار تستلم راتب تقاعدي يبلغ 7 مليون دينار. أنا كنت واحدة من الذين شرفوا بهذا التكريم براتب تقاعدي بدرجة وكيل وزارة. خدمتها مكتب سكرتارية الرئيس الراحل جلال طالبالي. هذه بعض المعلومات العامة واللي لا تخفى على الجميع. ليش نذكرها اليوم؟ راح نحكي لكم بعد أن فاحت ريحة هذه العجوز الماكرة واللي بتسويه بالعراق. فقد ورد اسمها بمعظم التقارير المخابراتية وعمليات التمويل الخارجي من دول عربية وأجنبية، وتشرف هناء إدوار على رفع تقارير دورية شهرية وسنوية للمخابرات الأجنبية والأمم المتحدة. كل هذه التقارير تتحدث عن أرقام مغلوطة عن نسب الفساد الأخلاقي للمجتمع العراقي وحالات زنا المحارم والاغتصاب، وساهمت هذه المرأة بعكس صورة سلبية ومخالفة لما هو عليه المجتمع العراقي. إضافة لهذا الشيء، تحرض هناء إدوار الفتيات الشابات اللي تقيم لهن دورات على خلع الحجاب والتبرج، وتقول بصريح العبارة شيلي هاي الخرقة من راسك واللي تقصد بيها الحجاب. والأكثر من 10 سنوات مرت أشرفت على دعم حملات مثلية الجنس اللي تقام ببغداد، وتقوم بتصويرها وإرسالها لجهات خارجية، وتبين أنه العراق بلد تشاع فيه هذه الثقافة وأن ميول المثلية غالبة على شبابه. كما يعرف عن إدوار إنها مثلية الجنس، وكل الفتيات اللي قيمن عدها بحجة التهديد اشتكوا من تحرشات. إدوار تكلفت بالآونة الأخيرة بدور خبيث مثل ما عهدناها، حيث أصبحت مروجة لتوجهات الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، وتراقب تأثير تصريحاته على الشعب العراقي سلبا أم إيجابا، وترفع تقارير عما تستنتجه. وصار جيشها الإلكتروني يروج الأفكار وتغريدات إسرائيلية تسيء للحشد الشعبي وتهدد باستهدافه. مئات الملفات على هناء إدوار تحتفظ بها الأجهزة الأمنية، بس المشكلة صاحبتنا محصنة وما حد يمسها، ويطلعون جماعتها وجيوش السفارة الأمريكية يحجون بحقوق الإنسان والحريات ويسووها بطل قوم. ملف منظمات المجتمع المدني ملف خطير ويرتبط بمخابرات دولية، وهناء إدوار أخطر ما موجود على هذه الساحة، ولهذا يلقبوها المختصون بالأجهزة الأمنية بالمرأة الشيطان.